أعلنت إدارة نادي شباب الأردن عن تعاقدها مع اللاعبين وسيم ريالات وأحمد عرباش ليمثلا صفوف الفريق لخمسة مواسم مقبلة. ووقع اللاعبان عقدهما في مقر النادي بحضور الرئيس سليم خير وأعضاء من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب محمود الحديد. ويأتي التعاقد مع ريالات بعد تقديمه لعروض قوية مع منتخب الشباب في التصفيات الأسيوية الأخيرة والتي أقيمت في البحرين. وعلى الجانب الآخر يشغل عرباش مركز حراسة المرمى، إذ سيقدم إضافة كبيرة للفريق في هذا المركز. اختتم المنتخب الوطني للمصارعة أمس مشاركته في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بحلوله في المركز الثاني. وشارك المنتخب الوطني بخمسة لاعبين من أصل 10 أوزان، وتوج بخمسة ميداليات في محصلة البطولة بواقع 4 ميداليات فضية وبرونزية وحيدة. وأظهر اللاعبون خلال البطولة مستويات جيدة شرفت المصارعة الأردنية. يذكر أنه للمرة الأولى يحتل المنتخب الوطني للمصارعة المركز الثاني في هذه البطولة. افتتحت أمس ندوة الإعداد البدني لضباط القوات المسلحة في الدول العربية والتي تستمر حتى 27 من الشهر الحالي بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري الأردني. ويشارك في الندوة ممثلين عن 12 دولة عربية، وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات حول اللياقة والإعداد البدني الخاصة لمنتسبي القوات المسلحة بإشراف محاضرين متخصصين من مختلف الجامعات الأردنية. لابد من الاهتمام بجانب اللياقة البدنية. اللياقة البدنية والرياضة هي علم كباقي العلوم. من خلال هذه الندوات نطلع على كل ما هو حديث، نتبادل الآراء مع الأخوة والأشقاء العرب للوصول بمرتبات وبجنود القوات المسلحة بالدول العربية وبالأردن إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية. ندوة الإعداد البدني هذه هي السادسة التي تعقد على مستوى الاتحاد، والمرة دي الحمد لله كانت في الأردن، في 12 دولة عربية مشاركة، ودي مشاركة عدد معقول جدا بالنسبة للاتحاد مشاركة في هذه الندوة الهامة التي تعد المقاتل العسكري وتدعم الرياضة العسكرية في دولنا العربية. تنطلق غدا منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها 24 والتي تستضيفها قطر بمواجهة الافتتاح بين المنتخبين القطري والعراقي. ويطمح المنتخب القطري للظفر بلقبه الثاني لإنهاء عام 2019 بأفضل طريقة على أرضه وبين جماهيره، خصوصا بعد فوزه بلقب كأس آسيا في الإمارات. هذا ويعاني المنتخب العراقي من غياب لاعبين مؤثرين في صفوفه يتقدمهم همام طارق وبشار رسن بسبب رفض إدارتي ناديهما التحاقهما بصفوف المنتخب. وسبق للمنتخب العراقي أن تغلب على قطر في النسخة الماضية بهدفين لهدف. قاد الإسباني رافائيل نادال منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس ديفيس على حساب منتخب كندا بانتصارين دون مقابل بعد تغلبه على دينيس شابوفالوف في منافسات الفرد بواقع مجموعتين دون مقابل. وبدأ نادال اللقاء بمعنويات عالية، خصوصا أنه يلعب على أرضه في مدريد وبين جمهوره، حيث استطاع فرض سيطرته المطلقة على المجموعة الأولى ليحسمها بواقع 6-3 رغم محاولات الكندي للعودة التي لم يحالفها النجاح. وشهدت المجموعة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية بين اللاعبين، إذ حسمت المجموعة بعد اللجوء لشوط كسر إرسال والذي كسبه نادال بنتيجة 9-7 لتحسم المجموعة للإسبان بواقع 7-6، وليتوج المنتخب الإسباني باللقب السادس بتاريخه في البطولة والأول بنسختها الجديدة. تغلب لوس أنجلوس كليبرز على نظيره نيو أورليانز بيليكنز ب 134 نقطة مقابل 109 نقاط في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتم كان كليبرز من فرض سيطرته منذ بداية اللقاء متمكنا من حسم الربع الأول لصالحه بفارق كبير، وصل إلى 13 نقطة ليواصل بعدها تألقه وينهي الربع الثاني لمصلحته بفارق 3 نقاط. وفي الربع الثالث عاد بيليكنز للمنافسة واستطاع خطف الربع الثالث بفارق 3 نقاط أيضا، قبل أن يحكم كليبرز قبضته على الربع الرابع والأخير ويحسمه لصالحه بنتيجة عريضة بلغت 34 نقطة مقابل 22، لينتهي اللقاء بفوز كليبرز بفارق 25 نقطة. Magruder inside. What a great effort there, as I thought was done for the night. But he's back out there. He's on the prowl, accelerating.